كتيرة طبعا مهمة، ومعظمها في ما يتعلق بالنادي الأهلي وإعلانه بشكل نهائي صباح اليوم بتشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، واللي على رأس هذا الجهاز السويسري فايلر المدير الفني الجديد للفريق، واللي إن شاء الله بإذن الله نتمنى له كل التوفيق خلال المرحلة القادمة، وبإذن الله بإذن الله قادر على تحقيق وتلبية كل طموحات جمهور النادي الأهلي في كل مكان. الكلام ده مش هيحصل غير بالدعم والمؤازرة. مدير فني جيد إن شاء الله بإذن الله يقدر يحقق كل الأهداف مع النادي الأهلي. بالتالي النهاردة النادي الأهلي أعلن عن المدير الفني، وعايز أقرأ لحضراتكم بالتفاصيل كده خبر اللي نزل على الموقع الرسمي صباح اليوم بخصوص خبر التعيين، ونركز فيه مع بعض شوية. أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه اسماعيل، وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والاعتماد من مجلس الإدارة عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين، وقد ينضم إليهم محلل الأداء في وقت لاحق، وذلك لتولي مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الفترة القادمة. وقام وفد النادي المتواجد في أوروبا حاليا، والذي ضم كل من المهندس خالد مشتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة، وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتينيري محامي الأهلي في سويسرا. جاء اختيار لجنة التخطيط لرينيه فايلر، نركز مع بعض، بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية، وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحين اثنين لم تتم المفاوضات معاهم أو معهم بشكل نهائي. نركز بقى في الحتة دي، كان من ضمن الأسماء الخمسة المرشحة اثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائي، أولهم الإيطالي سباليتي، والذي وافق الأهلي على طلباته التعاقدية والمادية، لأن البعض قال لك إيه؟ البعض قال لك أصل الأهلي حاطط سقف مادي معين للتعاقدات. سباليتي كده لما يجي يختار أو لما يجي يوافق على تدريب النادي الأهلي، هو طبعًا نادي كبير وعظيم، أكيد بيبقى ليه طلبات مادية معينة ومش قليلة بكل تأكيد. إذن الأهلي أهو كان موافق على الطلبات المادية اللي قد تكون كبيرة من سباليتي مثلًا. فبالتالي بعد ما سباليتي وافق على طلباته، او النادي الاهلي وافق على طلبات سباليتي التعاقديه والماديه، لكنه طلب ارجاء استلام المهمه بعد انهاء ازمته مع ناديه الحالي اللي هو انتر ميلان. عنده مشاكل كده خاصه بالجانب التعاقدي وانهاء التعاقد ما بينهم يعني قبل ما يجي كونتي، ولم يحدد موعدا واضحا لاستلام المهمه بسبب مشكلته التي اشار اليها. اذن كان هناك شبه اتفاق زي ما احنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم، البعض حاول ان هو يعني يركز على الجزئيه دي، وحاول ان هو يقول ان احنا ازاي نقول كده وكلام من ده. احنا ما قلناش حاجه غلط، وبالمناسبه احنا ما اتكلمناش على اسم معين، وبالمناسبه ايضا ما نعرفش الاسم مين، ما كناش نعرف الاسم مين، لكن المعلومه اللي طبقا ايضا لسياسه النادي الاهلي، لان بعض الكلام بتاعنا اتحرف شويه، البعض حرفه بشكل كبير، لكن الاهلي كان شبه اتفق زي ما هو موجود في خبر النادي الاهلي على الموقع الرسمي مع سباليتي، شبه اتفق، واحنا كنا قلنا شبه اتفق ما قلناش حاجه ثانيه، لان الناس حرفت كلام كتير جدا يوم الثلاث اللي فات. المهم يعني احنا مش بنبحث يعني عن السبق او حاجه، احنا موجودين في قناه فئويه، هدفنا ان احنا دايما نكون داعمين للنادي الاهلي وقناه رسميه لكيان النادي الاهلي. المهم لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت، خاصه وأن الموسم الكروي انطلق في معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين، كما أن فريق الأهلي يستعد حاليا لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو في ذهاب دور 32 لدوري رابطة الأبطال، والذي تحدد له 14 سبتمبر. أما الاسم الثاني الذي لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقته
أو موافقة الأهلي على شروطه بما فيها الشروط المالية. هو البرازيلي مانو مدرب منتخب البرازيل السابق والذي وافق على قبول المهمة، لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة في الفترة الحالية، فبالتالي النادي الأهلي ما كانش هيقدر يستناه، كان عايز يمسك الفريق من يناير وهو ما يناسب الأهلي في الفترة الحالية. وفي ضوء ما سبق قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الموافقة على قرار لجنة التخطيط بسفر وفد الأهلي إلى أوروبا لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين الثلاثة الآخرين، وبالفعل تمت المقابلات والاستفسار والتفاوض بشأن كافة الأمور من خلال خالد مرتجي صاحب الخبرات الدولية، وفي الحقيقة عمل مجهود كبير جدا، وأمير توفيق الذي حقق نجاحات واضحة في مجال التعاقدات والتنسيق الكامل مع لجنة التخطيط فيما ورد من نتائج لهذه المقابلات. تم الاستقرار في النهاية على التعاقد مع رينيه فايلر لتولي مسؤولية الفريق، وإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق بإذن الله في مهمته مع النادي الأهلي. بالتالي تشكيل الكامل للجهاز الفني للنادي الأهلي مكون من ده طبقا طبعا للي اعلنه ايضا النادي الاهلي. اعلنت لجنه تخطيط الكره برئاسه الدكتور طه اسماعيل بعد اجتماع مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب التشكيل الكامل للجهاز الفني للاهلي، ويتكون من روني فايلر مديرا فنيا ومعه ثلاثه مساعدين اجانب، مدرب عام ومدرب احمال ومدرب حراس مرمى، هيكمل الكابتن سامي قمصان كمدرب مساعد، وهيستمر الكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير للكره. الجهاز الفني هيبدا مهمته بعد غد يوم الاثنين ان شاء الله، هيوصل فجر الاثنين والصبح على طول هيبقى صباح يوم الاثنين هيبقى المؤتمر الصحفي تقريبا هيكون في تمام الساعه الواحده ظهرا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان يكون في تواصل وتعارف ما بين الراجل والاعلام، وان شاء الله هيقود المران في نفس اليوم مساء باذن الله. والنادي الاهلي هيعلن عن تفاصيل التعاقد مع فايلر. الكلام في الحقيقه كتير جدا على رينيه فايلر خلال الساعات اللي فاتت فور اعلان النادي الاهلي، وفي الحقيقة خلينا نتكلم بصراحة، النادي الأهلي أعلن خلاص عن المدرب، النادي الأهلي أعلن عن المدرب. إذن وجب على كل الأهلاوية اللي بيحبوا النادي الأهلي مساندة أي مدير فني كان هيتم الإعلان عنه أيا كان مين هو. فايلر هو مدير فني النادي الأهلي، مدرب بالمناسبة مدرب كويس صغير في السن، هيبقى قريب من اللعيبة، الفكر هيبقى متقارب جدا ما بينهم كمدير فني وكلاعبين، فبالتالي دي ميزة كبيرة جدا. الراجل أيضا حقق نجاحات وكان بيمسك نادي كبير بحجم نادي اندرلخت البلجيكي وحقق معاهم السوبر المحلي، وايضا حقق معاهم الدوري البلجيكي في ظل ان اندرلخت كانت بقى لها 5 سنين تقريبا ما بتاخدش الدوري، او خلال 5 سنين جاب لهم بطوله الدوري، ما كانش هو المتواجد خلال 5 سنين يعني، لكن بقى لهم فتره ما كانوش بياخدوا بطوله الدوري العام، والراجل قدر ان هو ينجح ان هو يجيب لهم بطوله الدوري. فبالتالي عمر ما اي مدير فني هينجح غير بمساندة الجماهير، ما بالك بقى لما يكون جمهور عظيم زي جمهور النادي الأهلي. أكيد هينجح أكتر الجهاز الفني، هينجح أكتر النادي واللاعبين لتحقيق كل الأمال اللي بيحلم بيها الجماهير الأهلوية. طيب هل ده مجال أو ده توقيت إن إحنا ممكن نطلع بعض الأسماء اللي كانت ممكن تبقى أفضل إن هي تمسك مكان فايلر؟ محدش بيبقى عارف المفاوضات بتمشي ازاي، وزي ما النادي الاهلي ذكر في خبر الخاص بيه ان احنا حاولنا مع فلان الفلاني مع فلان الفلاني، واسماء كبيره بصراحه، اسماء كبيره جدا، لكن المفاوضات ما نجحتش لاسباب خاصه بيهم هم، رغم موافقه النادي الاهلي على كل الامور الماديه وعلى كل الشروط الخاصه بيه. فبالتالي المفاوضات هي مفاوضات كده، وارد ان هي توصل لمرحله ما، مرحله تكون خلاص بتنتهي المفاوضات، ممكن تقف عند هذه المرحله النهائيه قبل الاعلان، وارد ان هي تفشل اصلا خالص، وارد ان هي تستكمل ويتم الاعلان عن المدير الفني او على اللاعب او اي حاجه، اي مفاوضات هي لازم تاخد وقت يعني، فده شيء طبيعي. لكن الاهم ايا كان مين هو اللي ماسك النادي الاهلي، الاهم وده دور جمهور النادي الاهلي في الحقيقه، الاهلاوي اللي بيحب النادي الاهلي، اللي بيحب النادي الاهلي، ان هو يساند ويدعم. يا سيدي حتى لو ما عندكش قناعه مفيش حد هيجمع على مدير فني واحد، لو الاهلي كان جاب مورينيو كان البعض هيطلع مشاكل مورينيو، هيقول لك دي طريقته دفاعيه، ده مش عارف، ما حدش هيتفق على اسم يكون في اجماع عليه خالص. فبالتالي سواء حضرتك بتتفق او لا تتفق، كمشجع اهلاوي وكمحب للنادي الاهلي اكيد واثق جدا انك هتساند النادي الاهلي، واثق جدا انك هتساند المدير الفني، وعمر ما النادي الاهلي هيختار مدرب كده وخلاص. اكيد تم دراسه السي في الخاص باللاعب او بالمدير الفني، اكيد تم دراسه فكره وخططه واسلوب لعبه هتتماشى مع النادي الاهلي، والاهم من كل ده كمان طموحه
هيتماشى مع النادي الاهلي ولا لا، استمراره في مكان معين لفترات طويله هينفع ولا لا، هل هو من النوع المدربين الطموحين ان نفسهم يحققوا انجازات؟ اه هو من النوع ده في الحقيقه، مدرب صغير في السن. وده نشوف لامبرد دلوقتي ماسك تشيلسي، جوارديولا لما مسك برشلونه كان عنده كام سنه، امثله كتيره جدا جدا، عشان يعني في ناس كتير جدا مسكوا مدربين وهم صغيرين في السن ونجحوا بشكل كبير. يورجن كلوب مسك ماينز في الاول ما كانش عنده سي في ولا كان عنده حاجه، بس يورجن كلوب ايه دلوقتي وكان صغير في السن. فهي كلها يا جماعه ما بتتعلقش بان السي في لازم يكون خد كل بطولات العالم، لا، هي بتتعلق بالشخصيه واسلوب اللعب والطموح، والثلاثه دول متوافرين بشكل مؤكد في فايلر المدير الفني السويسري الجديد للنادي الاهلي. اذا كل المسانده كل الدعم لهذا المدير الفني، وان شاء الله باذن الله يقدر يحقق كل اللي بيتمناه جمهور النادي الاهلي، واهمها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا، وكل البطولات في الحقيقه مهمه جدا. طيب لو تفتكروا حضراتكم برضو عشان الجانب المادي ده، واحنا كنا قرينا بعض الاخبار على مدار الاسبوعين اللي فاتوا في الحقيقه كانوا كتير جدا بيتكلموا ان النادي الاهلي مش هيتعاقد مع المدير الفني الفلاني بسبب المقابل المادي. فاعتقد ان النادي الاهلي رد في الخبر النهارده بشكل مفصل جدا، والاسماء زي ما ذكرت لحضراتكم يعني سباليتي وكانوا ده المدير الفني البرازيلي. لكن انا عايز اتكلم على الاسماء بقى اللي تم طرحها على وسائل الاعلام. ولو تفتكروا حضراتكم كنا اتكلمنا القناه بشكل عام، مش عايز احدد احنا يعني، القناه بشكل عام كانت بتتكلم فين؟ في انه وارد يا جماعه ان الاسم اللي يجي يكون خارج كل هذه الاسماء اللي بتتقال في الاعلام. مع كل الاحترام والتقدير لكل زمايلنا الصحفيين والاعلاميين اللي كانوا بيجتهدوا، وفي الحقيقه ده شغلهم ويشكروا عليه بكل تاكيد، يعني بيحاولوا يوصلوا معلومه للقارئ او للمشاهد او للمستمع اي حاجه. لكن في نفس الوقت قلنا ان وارد ان النادي الاهلي يجيب مدير فني مختلف خالص، وده فعلا اللي حصل. هل اسم فايلر كان مطروح على الساحه؟ حد انا عن نفسي من خلال البرنامج ما قريناش في الصحف او في المواقع اسم فايلر خالص يعني على ما اتذكر يعني. لكن في نفس الوقت كنا بنقرا اسماء كتيره جدا، من ضمن الاسماء دي مثلا روجر شميت الالماني، الاوروجواني خورخي فوساتي، ريكاردو جوميز، كريستيان جروس، عدد كبير جدا من الاسماء، باولو دوراتي، زوران ماميتش، جوزيه خيسوس، مراد ياكين، كارلوس براجا، نبيل معلول، حسين عموته، البرازيلي باولو توري، فيليكس ماجات، البلجيكي هوجو بروس، يعني عدد كبير جدا من الاسماء، واكثر من دول كمان تم ذكرهم في الصحف والمواقع. اذا كل التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي اشتغل في سرية تامة، اشتغل في سرية تامة واضحة جدا ومفروغ منها، بدليل إن احنا أيضا للمرة الثانية على التوالي بنتفاجئ باسم مختلف عن كل الأسماء اللي اتطرحت على الساحة الرياضية المصرية بخصوص من هو مدرب النادي الأهلي في الموسم الجديد. فبالتالي الناس دي بتشتغل بسيستم واضح وبتشتغل بسرية تامة عشان المفاوضات اللي هم ماشيين فيها تنجح. البعض وبعض المفاوضات ممكن ما تنجحش، بس مش بسبب ان ما فيش سريه، لا، بسبب اختلاف في بعض الامور، يعني التوقيت، التدريب، توقيت امتى هتيجي تمسك الفريق، طموحاتك، دماغك عامله ازاي، ما هتمشي معانا ولا لا، بتبقى دي هي الاسباب. لكن في نفس الوقت الناس اشتغلت بشكل مميز جدا وتعبوا في الحقيقه، وحاولوا ان هم يجيبوا مدير فني، ونجحوا في ان هم يجيبوا فايلر، اللي ان شاء الله باذن الله نتمنى له كل التوفيق والدعم خلال المرحلة القادمة، وده شيء